ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع الأقسام في السيارات. النهاردة معانا ميتسوبيشي لانسر 2017، عايزين نضيف لها مفتاح جديد، العميل معاه مفتاحين العربية الأصليين، وعايزين نعمل فليب كي، عايز يعمل فليب كي مفتاح جديد. هنشوف مع بعض التجربه دي. طبعا هنستخدم النهارده مفتاح من اكس هورس، اكس اي سيريوس من اكس هورس، اكس اي سيريوس من اكس هورس. هنشوف التجربه دي هتخلص ازاي. هنستخدم جهاز المبرمجه الكي ام 100 الرائع طبعا. هنشوف التجربه تخلص ازاي. نبدا على بركه الله ونقول بسم الله. طبعا احنا مصينا سنا بلوتوث زي ما احنا شايفين. طبعا هندخل اول مفتاح، هنفتح كونتاكت و نضغط على ايمو. اوتوماتيك فين. فان ده السيريال نمبر بتاعنا. اوكي، اعملوا لي كود. بالفعل الان دي لانسر، لانسر اي اكس 2017 الى اخره. نضغط يس. بليت كي اللي معانا. دخل على العربيه. بعدين عندنا القائمه اللي احنا عارفينها، الايمو سيت سكان والى اخره. ناخد ايمو سيت سكان عشان نشوف حاله العربيه لو فيها مشاكل، المشاكل دي ممكن تاثر على البرمجه ولا لا. زي ما شايفين الاموبلايزر اخضر الحمد لله، مفيش اي مشاكل، ومربوطه مفتاحين على العربيه زي ما احنا شايفين، وكله تمام. نقدر نتك على اد كي كده. لما تكينا على اد كي قال لنا ملحوظه ان المفروض واحنا في عمليه الاضافه دي هيتمسح كل المفاتيح. ده معناه ان لو في مفتاح مش معانا، مفتاح في البيت مثلا، هيطلع بره البرمجه، نبرمجه مره ثانيه. فلازم وجود كل المفاتيح حتى في عمليه الاضافه. هنضغط على اوكي، احنا موافقين. شايفين اللمبه زرقاء في بلوتوث، فيه ده معناه ان في كوميونيكيشن بس عن طريق البلوتوث. لمبه زرقاء. انا بعتذر طبعا على الدوشه اللي حواليا لان انا بصور في الشارع، فانتوا فاهمين ان احنا معرضين لاي حاجه. طيب دلوقتي دي العمليه اللي هتتم، دي الخطوات بتاعتها اللي هو هيقرا البن وبعد كده يعمل له فيريفيكيشن و هيعمل سينكرولايز للانجن داتا وبعدين يخش في عمليه الليرنينج. فهنضغط على ستارت، هيبدا معانا اول خطوه على طول ار البن، ويدخل في الخطوه اللي بعدها فيريفيكيشن. تمام، تمت العمليه بنجاح. بعد كده هياخد انجن داتا. بيتصل بالسيارة. تمام، تمت العملية بنجاح. دلوقتي دخلنا في عملية الإضافة من جديد. بيحاول يتصل بالسيارة طبعا. كانت ريجستريشن ومش عارف يدخل على، مش عارف يسجل، مش عارف، العملية ما تمتش بنجاح. بيقول كانت ريجستريشن. طيب الملحوظة بتاعت النهاردة هي دي، لما يعمل معانا كده ما يقدرش يسجل، احنا على طول نروح للكيبل بتاعنا. فاكرين انا كنت دايما بقول في الفيديوهات الاولانيه خالص ان الكيبل ده بيدي قوه في الاداء، بياخد معلومات، بيسحب معلومات اكتر. هنحط مع بعض الكيبل ونشوف هيعمل ايه لو حطينا الكيبل بتاعنا.
نفصل الكيبل، وكمان هنلغي البلوتوث تماما، يعني هخليه يتصل عن طريق الكيبل فقط. وفي الحالة دي طبعا هينور معانا اخضر اللون تحت زي ما احنا شايفين. لو فاكرين في الحلقة بتاعت الكي ام 100 الالوان ليها دلالات، هو كده متصل عن طريق الكيبل مش البلوتوث. هنقول اوكي ونحاول نعمل العملية دي مرة تانية، ولكن واحنا موصلين نفسنا بالكيبل. هنعمل ستارت، نبدأ من جديد، هنعمل نفس الخطوات مرة تانية. طبعا هنا اللمبة هيبقى دايما لونها اخضر، والبلوتوث يتقيد باللون الاخضر اللي هو معناه ان احنا متصلين بالكيبل. تمام، خلص كل الخطوات، وبعدين دخل في الخطوة اللي هي فشل فيها، خطوة الليرنينج دلوقتي. مظبوط، تمام، تمت عملية الإضافة الأولى للمفتاح الأول بنجاح. دي الملحوظة اللي أنا حبيت أعمل فيديو عشانها. عايز تضيف مفتاح تاني؟ طبعا هقول له يس. هيقول لنا في خلال 10 ثواني طلع الأول وحط المفتاح التاني، واضغط على أوكي. تمام، تمت بنجاح. عايز تعمل مفتاح كمان؟ هنقول له أيوه، بس نحضر مفتاحنا اللي هو الإكس هورس، نحضره معانا ونقول له أوكي. هنشيل، هنقول له يس، هيقول شيل اللي موجود وحط التاني في خلال 10 ثواني، وده اللي احنا هنعمله. وبعدين نضغط على اوكي. سكسيدد كده، واحنا عملنا التلات مفاتيح. عايز تعمل تاني؟ اقول له نو. ليرنينج كومبليتد، احنا كده المفروض خلصنا، والمفروض نجرب مفاتيحنا. طيب هنجرب الاول اذا كان المفتاح التالت اللي احنا عملناه هيفتح معانا العربية ولا لأ. فطبعا هنقول بسم الله. ما شاء الله دور معانا العربية بنجاح، والحمد لله رب العالمين. زي ما احنا شايفين ده المفتاح التالت، هنطلعه. ده المفتاح التالت بتاعنا، وطبعا هنجرب الريموت بتاعنا. مفيش حاجة، مش شغال رغم ان هو اكس اي، بس هي العربية لازم نبرمج الترانسبوندر لوحده، وبعدين نروح نبرمج الريموت لوحده. تمام، حتى لو هو اكس اي. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجرب المفتاح رقم 2 اللي هو الاصلي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله كده شغال. طبعا المفتاح الاصلي مربوط ريموت اصلا من الاول على العربية، احنا مش هنحتاج ان احنا نربطه مرة تانية. لكن لما هنيجي نبرمج الريموت بتاعنا هيطلب مننا نفس الرسالة، هيقول لنا كل الريموتات هتطلع بره السيستم. تمام، طيب هنجرب المفتاح الثالث والاخير بالنسبة لبرمجة الترانسبوندر. تمام ما شاء الله كده كل المفاتيح شغالة بالنسبة للترانسبوندر.